من عقب ما شفنا معك معلوم الجو، ننتقل إلى الجانب التعليمي، حيث تولي الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في قطر التعليم أهمية قصوى باعتباره أساسا متينا لرؤيتها الوطنية 2030 حول العودة للمدارس وغيرها من المواضيع المتعلقة بها. تشرفنا في الاستديو الأستاذة رئيس مدير العلاقات العامة عائشة كافود في المجلس الأعلى للتعليم. يا هلا ومرحبا فيك. يا مرحبتين، هلا. طبعا نورتينا اكيد في الاستديو. ها نور، عندك اول سؤال؟ عندي اول سؤال، بس دقيقه برحب فيك معنا بالاستديو. هلا مرحبا فيك على تواجدك عندنا اليوم. يا مرحبتين، وانا اشكركم على استضافتي في برنامجكم. تسلمين، ما تقصرين. بغيت نتكلم عن حمله بالعلم من قطر، خلينا نتكلم عنها اكثر ونتطرق لها. هل في ايضا حملات غيرها ولا هي الحمله الموجوده، وش الفعاليات اللي من ضمن هذه الحمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحملة مدتها 10 أيام، بدينا من تاريخ 3 سبتمبر ولين 12 سبتمبر. الحملة موجودة في موقعين، في أزدان مول وفي أرض المعارض. في أرض المعارض نبدأ من الساعة 4 تقريبا لين 10، وفي أزدان مول من الساعة 3 لين الساعة 8، ما عدا في الويكند نبدأ من الساعة 2. الحملة طبعا مضمونها في ألعاب ترفيهية حق الطلاب وفي أسئلة تعليمية. من ضمن الألعاب لعبة الثعبان ولعبة السلة والرسم على أساس مهارات الأطفال وغيرها. طبعا الحملة مضمونها أن نثير بين الطلاب روح التنافس ونشجعهم على العام الدراسي الجديد. بعد الأسئلة والألعاب ممكن نوزع عليهم الهدايا التذكارية مثل ما معروضة عندنا. طبعا الطلاب يعني زاد الإقبال في الويكند في الإجازات، والحين طبعا بدينا العام الدراسي الجديد وفي إقبال، لكن مش مثل الجمعة والسبت، طبعا الإقبال أكثر. جميل. هي حق تقريبا خلينا نقول مراحل دراسية معينة إعدادي أو للكل؟ في لجميع المراحل، بس طبعا الأطفال غير، لأن الرسم والألعاب هذه حق الأطفال يعني أكثر ميولهم. شنو الفعاليات بعد اللي تتضمنها في هذه الحملة؟ طبعا هي سنويا الحملة تكون مع بداية العام الدراسي، لكن السنة تم إضافة تواجد مسؤول من المجلس الأعلى من مختلف الإدارات والهيئات بالمجلس للرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب. وطبعا هاي الشيء يريح ممكن أولياء الأمور والطلاب كتواجد المسؤولين يوميا بموقع الحملة. زين، إذا بنتكلم عن الحملة مستمرة لمتى؟ لتقريبا تاريخ 12. زين، هل في جديد فيها ولا بتلتزم بنفس الفعاليات بنفس البرامج؟ هي لحد الان بنفس الفعاليات ونفس النظام يعني. جميل. لين الحين شلون شفتوا تفاعل اولياء الامور؟ يعني الحلو اللي في الموضوع قلتي ان اولياء الامور بعد يسالون عن المدارس. فشنو هي مثلا نوعيه الاسئله، او مثلا اذا عندك فكره، دائما استفسار اولياء الامور يكون عن مثلا المواد، عن المدارس، عن ايش بالضبط مثلا يكون؟ والله استفسارات كل واحد على حسب طبعا الاشياء اللي يفكر فيها، او مثلا عياله ابتدائي اعدادي ثانوي، وتواجد المسؤول. يعني ممكن المسؤول مثلا خصم الهيئه التعليم او هيئه التغييم، فالاسئله تكون موجهه له على حسب المسؤول اللي يكون موجود، لانه يوميا عندنا مسؤول من اداره وهيئه غير. يعني انت قلتي الفعاليات في أزدان مول وارض المعارض. اي نعم. زين، هل تختلف الفعاليات في أزدان مول عن ارض المعارض؟ لا، بس التواجد الشخص اللي يكون من الوزارة أو المسؤول اللي يكون من المجلس الأعلى يكون متواجد في أرض المعارض. حلو. لكن بالنسبة حق الألعاب والفعاليات نفس الألعاب والفعاليات في الفرعين، يعني في المكانين، في أزدان مول وفي أرض المعارض. شلون تشوفون إقبال؟ طبعا إقبال، قلتوا الإقبال كبير، شلون تفاعل الأطفال معاكم؟ هل يستفيدون من هاي الشيء؟ اي نعم، لان طبعا الطالب لما تعطينه مثلا يرسم، يشوف اللي معاه مثلا يحاول انه يكون افضل منه. وبالذات لما يكون في جوائز وفي هدايا، يعني مع انها تذكاريه لكن تعرفين الطفل يفرح فيها يعني. طيب بالنسبه حق اسم الحمله، السنه كانت بالعلم نبني قطر، هل هي تختلف اسم الحملة طبعا يعني من سنه لسنه، او هو نفس الاسم؟ اي ممكن تختلف على حسب طبعا يعني مثلا الفكره اللي تنحط للحمله، بس هي في الاخير يعني نفس الفكره تقريبا، يعني مضمون الحمله يكون نفس الشيء. كانكم تحملون هذه المسؤوليه للاطفال على اساس صحيح اساس انها تتم في باله. مشاهدينا بنرجع نواصل الحوار مع ضيفتنا الأستاذة عائشة كافود، مديرة العلاقات العامة ولا مسؤولة العلاقات العامة في المجلس الأعلى للتعليم، ولكن خلونا نتوقف دقائق مع هذا التقرير اللي يرصد لنا اليوم الأول للعام الدراسي في مدرسة ملك ابن أنس الابتدائية. خلنا نشوفه مع بعض.
كل عام وانتم بخير. حبنا احنا نهنيكم ببدايه العام الدراسي الجديد 2014-2015 كبرنامج لاستقبال طلاب المستجدين لتهيئه الطلاب للمدرسه، يعني تخفيف الرهبه اللي يشعر بها الطالب المستجد لما يترك احضان الام وينتقل الى بيئه جديده بالنسبه له. اعتمدنا نسوي لهم برنامج اسبوع ان شاء الله راح يستمر ابتداء من اليوم الاحد، راح يستمر ليوم الخميس. البرنامج عبارة عن فقرات متنوعة، بدينا من أول باب مدخل الإدارة كنا حاطين هدايا ولابسين طلابنا شخصيات سنافر، يستقبلون الطلاب أمهاتهم ويتم تسجيل أسمائهم وتسليمهم هدية، ثم ينتقل إلى المدرج مثل ما حضراتكم شايفين. هذه الفعاليات الهدف منها ترقيب الطالب بالمدرسة، تحبيب الطالب إن فيه بيئة أسرية راح تحضنه، راح تتعاون مع الأسرة. طبعا ما نقدر نسوي شيء بدون الأسرة، احنا يدا بيد معاهم لنجاح الطلاب ورفعتهم وتحقيق رؤية ورسالة المجلس الأعلى ورؤية ورسالة المدرسة أيضا. رجعنا لكم مشاهدينا ونرجع لحوارنا مع الأستاذ عاشة قفود رئيسة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للتعليم. إذا بنتكلم يعني بعد حملة بالعلم نبني قطار، هل في حملات جديدة ولا فعاليات جديدة مجهزينها حق هذا الجدول الدراسي الجديد؟ نعم، عندنا يوم المعلم وهو تقريبا بعد فعالية سنوية، وعندنا التميز العلمي تحت رعاية سمو الأمير، وعندنا أوبريت قطر. طبعا هاي الفعاليات كلها سنوية تكون ويكون الإعداد أو الاستعدادات لها قبلها فترة يعني. نعم، وهذه من أهم تقريبا الفعاليات اللي موجودة معنا السنة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود اللي أكيد خلينا نقول أنها نوعا ما تتماشى مع الأشياء اللي قاعد تصير معنا مثلا في الدوحة، نفس اليوم الوطني، نفس بدايات المدارس، وأكيد دوركم في التشجيع حق بداية المدارس. كلمة أخيرة ودك توجهينها؟ والله أتمنى التوفيق لجميع الطلاب، وأتمنى يكون ما عندنا غياب، فعام موفق إن شاء الله للجميع. آمين إن شاء الله. بإذن الله. نشكر طبعا تواجدك معنا عاشة قفود رئيس مدير العلاقات العامة في المجلس الأعلى للتعليم. ومشاهدينا نطلع فاصل أو عندنا تقرير، نطلع فاصل وراجعين.